اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقه جديده من ولا اطيب. ضيفنا اليوم من السعوديه قام بزياره للبنان وحب كمان يطلع معنا بحلقه نسبه لمحبته لبرنامجنا. رضا المؤذن اهلا وسهلا فيك. ثانك يو مستر ريتشارد. يعني انت اول شيء بتشرفنا اليوم ببرنامجنا وكثير حابينك انه تكون معنا، يعني فعلا يعني فرحه لنا انه موجود معنا اليوم. ثانك يو شيف، وانا كثير مبسوط اني معكم لانه انا متابع جيد لهالبرنامج وكمان كل العائله عندي بالبيت متابعين البرنامج. نوجه لهم تحيه كثير كبيره. اكيد. ونحن اليوم عاملين اطباق طبعا مثل ما طلبت، بتحب انت طبعا سلطه الاريدس مع السلمون والمانجا، رح نعمل لها كمان طبق سباجيتي الكربونارا كنت كلها بايطاليا. فنحن اول شيء بنوجه تحيه كمان كثير كبيره للشعب السعودي الطيب، وكمان بنقول لك كمان مرتين اهلا وسهلا، ورح نشوف شو المكونات واكيد رح نقضي حلقه ممتعه جدا معك. خلينا نشوف شو المكونات ونرجع معكم مشاهدينا. مكونات سلطة السلمون مع الأريديس والمانجا: 150 جرام سمك السلمون المدخن، 150 جرام أريديس مسلوق، 150 جرام أفوكا، 150 جرام خس ملون، 100 جرام مانجا، 100 جرام هليوم، 100 جرام بالميتو، 30 جرام زيت زيتون، 20 جرام عصير حامو، 10 جرامين شومر أخضر، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن مؤذن أول شيء بنسألك، أنتوا شو الأطباق عندكم بالسعودية مميزة للي بتتناولوا غير الكبسة مثلا؟ نعرف نحن أنه دائما الكبسة هو طبق سعودي مميز. الكبسة مشهورة على مستوى كل العالم، لكن بالسعودية في أكلات شعبية يمكن ما بتنعرف برا السعودية بس هي مميزة، مثل القرصان والمرقوق والجريش. حلو. هذه أكلات سعودية معروفة ومميزة داخل المجتمع السعودي. حلو. في كمان رز بخاري والكابلي يمكن ممكن. هذا الأكل في منطقة الحجاز. أوكي. لكن كل السعودية بعرفه. حلو حلو، يعني فعلا كمان قضينا أيام حلوة بجدة وبالرياض والدمام، وهلأ نحن رح نبلش الطبق نحن وياك يا رضا. عندنا نحن الأفوكا طبعا، أفوكا الأفوكا اللي بدنا نقشره ونرجع نحطه مع المانجا. طبق تعرف بدول أوروبية بيستعملوا كتير الفواكه مع الخضار، وخاصة السلطة بتطلع عنا بنكهة مميزة جدا. عندك المانجا اللي بتعطي كمان نكهة فيوجن فليفرز أو بنكهة الاستواء، ونحن عندنا الأفوكا. الأفوكا طبعا مستوي. كيفك بالطبخ يا رضا؟ كتير بحب الطبخ، أنا مش محترف هاوي بس بتوقع أنه أنا كتير بحب الطبخ، ولازم تعمل لي تست شيف. خلص أنت اليوم معزوم عنا على الغداء وأنت اليوم ضيفنا، فلازم نكرمك وكمان نحسسك أنه أنت من أهل البيت. أكيد. وهون نحن كمان نحن بدنا إياك تساعدنا، بس أكيد هلا بركي بعد شوية بتحركنا السلطة. شور. هون نحن كمان بدنا نقطع المانجا. المانجا اكيد دائما لازم تكون الافوكا مستويه دائما. بنقطع الخشب البيضه الفواكه نحن بنقطع دائما على البيضه، الخضار على الخضار على الخضراء، يعني بنمشي حسب البروتوكول الهيجين المزبوط. اوكي. هيك دائما نعطي ملاحظات للمشاهدين حتى يحافظوا على الهيجين، وطبعا الاكل ما بتنتقل الابيض للخبز طبعا والفواكه. الدجاج فينا نستعملها على اللون الاصفر، اما اللون الاحمر للحمه. هون نحن عم نقص الافوكا. في اطيب منه الافوكا مع المانجا؟ اكيد لا. انت مزوق يا واكيد طيب لانه من ايدك شيف. حبيب قلبي حبيب قلبي. هون نحن لكن قطعنا المانجا والافوكا، ورضا اليوم كمان رح يساعدنا شوي. بدك رضا هيك تكبسنا اليوم بهالطريقة؟ تفضل. نحن هون حضرنا كمان سيرك أو قطعة مستديرة من ستانلس ستيل حتى نسكب فيها الأفوكا، وأكيد بدنا نغير الكفوف لنضلنا محافظين على النظافة.
وكمان هون نحن ونحن اكيد ما رح نلبسك كفوف رضا، لانه انت بس بالملعقه او بالشوكه عم تستعملها، ما في لزوم. فنحن بس لانه رح نشتغل بالاكل هيك بدنا نطحن مزبوط المزيج. هون رح نضيف شوية ملح، شوية فلفل، شوية حامض، وشوية زيت زيتون، وكمان أنا رح أضيف من الشمر. الشمر اللي موجود كمان كتير بكل دول العربية، أو بسموه الشبط بالمصري. الشبط بالضبط. أنت تعملها شيء بالسعودية، تتفنن تكلها بشي مطاعم خاصة؟ أحياناً بعمل، بفوت على المطبخ بيكون عندي مزاج يعني مراء للطبخ، وبعمل شغلات أحياناً بتطلع منيحة بس غالباً ما بتكون منيحة. حلو. يعني هو بالنهاية تعرف الأكل ذوق والأكل فن، وبعده شوية هيك لمسات خفيفة وبعدين كله هي. هون نحن عنا السلمون، سمك السلمون المدخن. أكيد رح نعمل نحن الروزز بهالطريقة، رح نلفها بالأصبع اليوم بطريقة سهلة سريعة. نوزع السمك السلمون على 3 دوائر من الصحن، الدائرة الأولى من فوق والدائرة من تحت، ومن ثم على اليمين والشمال. هو السمك أفضل سمك بالسعودية هو سمك الناجل، يمكن مش هيك بتستعملوا السمك أنتوا؟ أفضل مفضل عندكم أنواع السمك؟ كانتكم سمك كتير طيب. الناجل بيحبوه أهل السواحل الغربية. نعم. لأنه عادة بيكون موجود بالبحر الأحمر. فمحبوب له مواسم بيتواجد فيها. عادة الناجل بيعملوا له مثل مزارع. أوكي. عشان له مواسم بيتولد فيها، فخارج هالمواسم بيكون في مزارع حلو. بيستكتروا فيها يعني. أنت شو أي أفضل سمك عندك رضا؟ في شيء في السعودية بيسموها هامور، أنا ما بعرف لبنان شو بيسموها. بلا هامور، سيباس. هو قريبنا للسيباس نحن، اللقوس يعني، نحن بنقول اللقوس. أنتوا بتسموه الهامور. الهامور خليجي يعني طبعا. الهامور لا في عندنا كمان عم بنستورد من عندكم صرنا. كتير طيب الهامور. بالقلي أو بالصواني بالطواجن. أيوة حلو. وهون نحن سي فود، بما أنه أنت من محبين السي فود يا رضا، نحن عم نزين الصحن السلطة بالقريديز. اليوم القريديس هالحبة الحلوة، اليوم القريديس اللي فينا نشوفها بأسعار أرخص من اللحمة بالماركت، بس لا طبعا مع مواد عطرية. وهون نحن هنشيلهم هون على جنب. وهون أنا بدي أسكب الأفوكا قبل ما نروح لفاصل قليل صغير. هون لكن نحن عندنا الأفوكا. شكرا رضا، عزبناك فيهم. بأمرك شيف. هون نحن رح نسكب الأفوكا بقلب السلك بهالطريقة، نكبسها شوي من كل الجهات تاخد شكل المطلوب. كمان نرجع نشيلها مهنا، وهيك بنحصل على من الأفوكا والمانجا والشومر والحامض وزيت الزيتون من البهار. وأكيد أما كفي كمان تزينه للصحن. رح نروح لفاصل قليل صغير مشاهدينا، ونرجع معكم. انطرونا. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل، وضيفنا اليوم رضا المؤذن. اهلا وسهلا فيك رضا. اهلا فيك سيدي. من الرياض ومن السعوديه، اهلا وسهلا كمان. اهلا سيدي. يعني اليوم رح يكون في عنا طبق ثاني على ذوقك مثل ما طلبته، كاربونارا. كاربونارا شغلتها كثير سهله، بس نفس الوقت بدها هيك تقنيه صغيره تطلع طيبه. يعني في كثير ما بيعرفوا شو هي التقنيه، بس نحن اليوم هيك بدنا نعطيهم تقنيه حتى يعملوا كاربونارا، لانه هي كثير بتبرغل. اذا في حال برغل ما بتطلع طيبه، لازم تكون معموله على الاصول. هذا سر المهنه. انا سر المهنه. برافو عليك. هلا نحن رح نكفي طبعا طبق السلطه قبل ما نخلص. يعني اليوم نحن في عنا طبق سلطه من انت، لانه بتحب من محبين ثمار البحر يا استاذ رضا. وهون نحن كمان الهليون، رح نضيف الهليون، رح نصفهم فوق صلصه الافوكا مع المانجا مع الشمر. كمان اضافات اللي ضفناه لها، الاضافات اللازمه من الملح والبهار. صحن كتير طيب. وهون نحن رح نضيف الهليون، وهذا الصحن اكيد لضيفنا اليوم، بما انه ضيفنا عازمينه على الغداء. يسلم ايدك شيف.
وانت بعدين تحب تعزم حدا ما تحب تعزم حدا هالشي بيرجع لك. اكيد انا وانت رح ناكل لحالنا بس. لا قولي هنا مخرجنا قال لي صحن حلو كتير بركي بنعزمه انه بنسال الضيف اذا شيء. هون احنا كمان البالميتو، بالميتو او البلح اللي نحن بنستخرجه هيدا من البلح طبعا بهالطريقه. كمان بالميتو لمحبين بالميتو بيطلع كمان نكهه مميزه جدا. والخس الملون اللي دائما الخس الملون بيعطي نكهه وبيعطي قرشي وبيعطي تاتش لكل صحن، يعني هيك اشياء الوان خفيفه دائما مثل كيف الرسام بيرسم وبيعطي هيك لوحه جميله جدا. هون نحن الخس الملون كمان بنضيفهم بزيت الصحن. هلا كرأي شخصي شيف، انا بتوقع انه كل شيف له ابداعاته مثله مثل طبعًا طبعًا الفنان طبعًا والديزاينر طبعا. وما في واحد يقول لك انا بعرف كل شيء، كل شيف بيقول لك انا بعرف كل شيء، له انت ما بتعرف شيء، لانه المصلحه مثل موج البحر، كل سنه في شيء جديد وكل واحد عنده اختراع وكل واحد عنده ابتكار. اكيد في شيء بيتميز عن شيء اوكي، بس كل شيف له ميزه. وهيك نحن هون بعد عندنا هالشمر قبل ما نروح لفقره اليوم، عندنا فقرات كثير حلوه، فقره تيك اشطر. نحن هون الشمر او الشبط كمان منضيف لمسه بالوسط وقليل من الفلفل الاسود. هيدا المكان اليوم صوتها قويان ما بعرف مبسوطه فيك. وهون كمان شويه عصير حامض، زيت زيتون، زيت زيتون مع عصير الحامض هون بهالطريقه. لكن نحن شويه تاكي عصير حامض على الخفيف. وهذا الطبق الاول يا استاذ رضا صار جاهز حتى نقدم لك اياه بعد الحلقه بنكهة ومميزة. وهون نحن كمان رح نروح هلا نحن وياك لفقرة هيك أشطر أو فقرة قاموس المطبخ مخرجنا هيك أشطر، لكن لفقرة هيك أشطر. يلا خلينا نشوف شو هي ونرجع معكم. بفقرتنا اليوم هيك أشطر مدام ماجي ماروتيان ضيفتنا، ومثل العادة معودتنا على أشياء كتير حلوة. كمان أهلا وسهلا فيك مدام ماجي. اهلا، كيف صحتك اليوم؟ الحمد لله، انت كيفك شيخ؟ كتر خير ان شاء الله. منك مرشح؟ ابدا ابدا، لا صحينا وكله تمام والحمد لله. مدام ماجي شو عنا اليوم؟ شو عنا هيك معلومه جديده هيك اشطر؟ معلومه هلا انا عندي ركوه مثلا. اوكي، هي بيمشي الحال لطناجر اذا أوكي. الاكل محروق. نعم، من الداخل يعني بالكعب، بالكعب الطنجره من جوا. اوكي، إذا الأكل محروق بالطنجرة نفس الميثود تستعمله. نعم، إذا عندك ركاوي مثلا هيك مسودين. نعم، إذا في الركاوي اللي عندهم إماي كمان بيمشي الحال لهالركاوي. بقى أنا هلأ أنا رح جرب هي. نعم، يشوفوا. ونفس الطريقة لكل الأواني اللي بنستعملها بالمطبخ. إذا ممكن شيف بدي نتفت ماي. أيوة، ماي سخنة. أوكي، حضيف مرسي شيف تيشوفوا الفرق بين تحت وفوق. بس حضيف أي مسحوق غسيل، غسيل اللي بنستعمله لغسيل التياب. طبعاني هذا ماي مرسي، حطها صغيرة هون أزبط. بدنا نغليها يعني بهالوقت؟ بدها تنغلى. وقت اللي عم تغلي المي عم تغلي مع الباودر مع المسحوق، كمخ الوسخ الكمخة بالغلي تطلع على السيرفيس. اوكي، وبينضفوا. حلو، يعني المي بدها تغلي اكيد مع الباودر. المسحوق، وبتعطي نظافة لحالها بدون فرق، بدون أي إجهاد جسمي، بدون فرق، بدون شيء بتاتا. وإن كانت الطنجرة كبيرة أو وسط أو صغيرة ما بيهم طبعاً. بدك تعرف قدي بدك تحط كمية المي، قدي بدك تحط، ما فيك تحط هلأ معلقة صغيرة بطنجرة كبيرة عظيمة. بدك تعرف قدي بدك تحط. حلو، هون لكن نحن بانتظار تحت. يعني كمان في أشخاص بيستعملوها لغسيل الفضة أكيد، بترجع بتلمع جديد. الألماس كمان الفضة، إذا بدك مثلا عندك خواتم ألماس بتحطهم تغليهم بهالمسحوق. حلو،
بلش تفور وبيلمعه اكيد شوي بدت تغلي شوي بتشوف بتشوف انه الكمخه بتبلش تطلع على فوق مزبوط فعلا حتى في سويت كمان نحن ملاحظين انه هون في سويت يلا هون ولا صرنا هيك تفضل انا ماجي بتبلش من هون السويت خلينا نشوف ماجي كيف بقلبها صارت الركبه اوكي حفضي المي بجاط لكن رح افضيها بجاط نحن اوكي من بعد ما غلينا المي مع مسحوق الغسيل صارت ريحه حلوه وهيك صار القلب طبعا طبعا اذا شطفتها بالمي عم تلمع مزبوط خاصة إذا كمان وإذا بدك إنه من برا كمان تنضف بتحطها بنحطها بطنجة أكبر ومنسقطها بقلبها المهم إنه المي المغلية إذا عم بتشوف من هون شايف كيف بلشت تفرق اللون بلش يفرق حلو فعلا أفكار عديدة تنقعن هيك وخلص وهي غليتها نعم وبينت للطناجر لكل شيء للركاوي شكرا لك مدام ماجي الى اللقاء شكرا لمدام ماجي ماروتيان دائما بتعطينا افكار حلوه الا شكرا شفت كيف الطريقه هيك بسيطه سهله سريعه انت كمان تاخذ افكار اكيد بتجربها بكره اكيد راح اجربها تعلمنا من مدام ماجي طبعا وهلا اكيد رح ننتقل للطبق الثاني خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم مشاهدينا مكونات معكروني الكربونارا مع الحبش 150 جرام معكروني 50 جرام بيكن حبش 100 جرام جبنة بارميزان بيض عدد 2 بقدونس للزينة ملح حسب الرغبة وفلفل حسب الرغبة كيفك سأل المعكروني؟ تمام تمام انا بلاقي كثير صبايا شاف عملنا غلطه سقطنا المعكرونه هي والمي مسقط دائما لازم تكون المي مغليه ممكن نضيف لها ملح الزيت مش ضروري ممكن نضيفه زيت بس الزيت اجمالا بتروح لطعمها بس اذا حطيته زيت ما لنا مشكله اذا حطيته نتف صغير يعني اذا في حال حبينا نحط نتفه زيت نبات على الخفيف ما لنا هالمشكله شو الفرق بيعمل الزيت الزيت انه بيقولوا اذا كثرنا الزيت ممكن ينزع طعمه المعكرونه أوكي. بس انه مبدئيا هلا الزيت الصغير ما المي ما راح ياثر هالتاثير الكبير يعني اوكي ونحن عندنا اليوم المعكرونه اللي راح نسلقها اكيد في كثير بيتعذبوا يخزقوا المعكرونه طريقه المعكرونه كثير سهله الباكيه اللي بنجيبها بالنايلون طبعا غير الكرتون كيف فينا نفتحها بطريقه سهله وسريعه دائما باكيه المعكرونه بالطعمه 4 اشخاص يعني نص كيلو معكرونه كل بورسيون 125 جرام اذا عندنا 4 اشخاص بالبيت البورسيون معتدل هو الباكيه المعكرونه لاربع اشخاص نحن اذا في حال ما نفتحها بالبيت بطريقه سهله وسريعه نكمشها بهالطريقه وضربه وحده تطلع عندنا المعكرونه جاهزه ونحن مثل ما بدنا فينا ناخذ الكميه اللي بدنا اياها هون نحن بدنا نسقط المعكرونه وما نكسرها لانه من زمان كانوا يجيبوا المعكرونه يكسروها بهالطريقه لانه مبدئيا ستي وستك وامي وامك عرفت كيف معودين انه يكسروا المعكرونه هي لو بده يكسروا المعكرونه كانوا كسروها بالشركه اكيد لانه لها طريقه فن بالاكل بواسطه الملعقه يعني نحن بس ناكل معكرونه ليش بايطاليا بياكلوا المعكرونه بهالطريقه حتى يلفوها على بعض البعض فما في زوم هلا بيقولوا احنا ما نطرطش بعرف انه تقول امك احسن ما طرطش ثيابك وكذا بس هي اصولا لازم ما تتكسر وتضلها على شكلها الطويل لانه فعلا اشهى والذ هون نحن بدنا شوي نحرك الباستا حتى نقدر ننزلها وفي عندنا نحن ملقط خاص للمعكرونه دائما الملقط لازم يكون اذا بنسكب المعكرونه يكون ملقط له سنين حتى اول شيء نسكب بطريقه سهله ما تزحط معنا يعني اليوم ايش هيك تكنيك بسيط نتفي هيك معلومات خفيفه للمشاهدين بيرتاحوا بشغل البيت لانه شغل البيت فيه فن فالملقط الموجود عندنا هون نحن بهالطريقه نحن بدنا نحرك المعكرونه حتى تستوي وأكيد في عنا طريقة الكربونارا اللي هي كتير سهلة وكتير حلوة بعد الفاصل لح نعطيكم إياها انطرونا ولا أطيب من بعد الفاصل مشاهدينا ومستمرون مع ضيفنا اليوم رضا المؤذن من الرياض ومن السعودية أهلا وسهلا فيك بلبنان وبزيارتك الحلوة يطول لي عمرك أنت بس تيجي على لبنان ساعة اللي بدك تصل فينا ونحن نطلعك حالة متى تنهار رح أعزبك كتير شايف معنا هلا رح نبلش بالكربونارا
الجبنة بدنا نعزبك تبرش لنا الجبنة شور حول الكفوف. نحن عنا هون أنظمة كتير قاسية ومطبخنا ممنوع الغلط. هون لكن عنا كاربونارا كمان هالطبق المفضل للممثل والفنان طلال الجد من جهله تحية كتير كبيرة للي دايما التقينا فيه بمطعم وكان عم ياكل كاربونارا قال لي شاف بدك تعلمنا عليها بكره شو نهار بركي لازم نستضيفه شي حلقة نوجهله تحية. وهون نحن رح نفصل بيض وصفار البيض يعني هون نحن حطينا بيضة ومن ثم صفار البيض هذه كمان بتعملها بالسعودية بكره. نرجع منضيف الملح منضيف الفلفل والجبنة بدك تبرشنا إياها مهند حتى نضيفها معها. أنا بهالوقت كمان شو بكون عملت عنا الحبش المدخن هون عنا الحبش المدخن أكيد بالماركت منقطعه بهالطريقة إلى أصابع صغيرة أو إلى قطع صغيرة بهالطريقة. نحن هون منحمي المقلاد شوية زيت نباتي على الخفيف والحبش هون منقطع بهالطريقة إلى قطع بهالشكل بهالطريقة لكن مشاهدينا نقطعهم بهالشكل. وهون شو مهند ماشي الحال يا رضا؟ ماشي الحال أنت شو رأيك؟ زين شوف بهذا الاتجاه هذا عم نعذبك كثير فيه هون يلا مش مشكلة عادي. هون لكن نحن سباجيتي تنشوف إذا خلصت كمان السباجيتي. نحن بأول الحلقة من زمان كنا عم نسلق معكروني هون المعكروني أول ما بلشنا ببرنامج والأطيب كنا عم نعمل طريقة التست تبع المعكروني. إذا في حال كنا عم نسلق معكروني أقرب حيط أو أقرب خزينة مثلا هون نحن إذا في حال لزقت معنا المعكروني بهالشكل يعني المعكروني بتكون استويت. هيدي طريقة هيك سهلة عطيناها من زمان ونرجع نذكركم فيها مشاهدينا بس انه اكيد انتبهوا ترجع تنظفوا المطبخ بعدين. هون عنا السباجيتي صار جاهزة بنخليها واسطة المخلاط. طبعا هون نحن المخلاط هلا رح ندبل الحبش هون لكن هون لكن حبش للي قطعناه مندبلها تدبيل حتى شوي تكون محمصة وتنشوف رضا وين صار. شو رضا عم اي حلقة هيك عجبتك دايما تحضرنا معك؟ حلقاتك كلها مهضومة للشيف بس اكتر واحدة كانت تبعت الفالنتاين داي فالنتاين كمان كتير كانت حلوة الفنان جورج حريم نوجه له تحية كتير كبيرة اكيد طبعا وابدعته فيها كتير. لا مهضومة في كتير حلقات حلوة بس احنا قد ما فينا انه نوصل هيك تطلع الحلقة خفيفة انه ما تكون تزهي او يعني. هون نحن عنا جبنة البارميزون شو بنعمل نخلطها بهالطريقة لكن بيضة وصفار بيض. وهون حطينا نحن الجبنة البارميزون مبروشي طريقتها كتير سهلة مع الملح والبهار. شو بدنا نعمل الحبش اللي موجود عنا هون شفت كيف دبلناه هون هيك بهالطريقة. شو بنعمل نحط شوية مي سخنة يعني اليوم عندنا المي سخنة طبعا المعكروني بهالطريقة شوي صغيرة اوكي. ترجع المعكروني اللي عملناها نسكبها هون اوكي وبنرجع. شو بنعمل اكيد لانه المقلات بدنا نستعمل شيء ما يجروحها ما فينا نستعمل شوكة عادية هون بنفضي هالمزيج وبنطفي النار اهم شيء نطفي النار اوكي كثير حساس الكربونارا. هون حطينا مي وطفينا النار سباجيتي سخنه بنحركها بهالطريقه حتى الجبنه والبيض يندمج مع الحبش والسباجيتي. شفت كيف بلشت تدوب شوي شوي راح تشتغل على حراره السباجيتي نفسها على سباجيتي الحراره والحراره اللي موجوده عندنا بالمقلاه. ليش حطينا مي ما تقرش لانه اذا في حال ما في مي بتقرش بتحس مثل الاومليت المي. شفت كيف نطلع البيض ديب مزبوط اوكي هون بنحركها شوي مزبوط هون لكن
بهالطريقه نحركها مزبوط مثل ما قلت لك على البريد، واكيد تكون بلاستيك ما تكون لانه هيدي مانعت التصاق. فطبعا بدنا نسكبها بطبق هون، وهي نشيلها من الكاميرا لو سمحت رضا. وهون شفت كيف صارت مثل صلصه هيك خفيفه، يعني انت مزوق يا رضا، وكمان الفنان طلال الجردي مزوق لانه نقيها. العين بتاكل قبل التم شيف و... اكيد. وهون كمان شوية هيك جبنة ندفي على الخفيف ما نكتير، هيك انا مثل انا بحب يعني ندفي صغير حتى نتلذذ بنكهة الجبنة الطيبة. وقليل من الفلفل، وهيك حصلنا اليوم على طبقين غير شكل. انت اكيد مدعو للغداء بعد الحلقة. رضا المؤذن اهلا وسهلا فيك، يطول عمرك شيخ. بدنا نحملك امانه، تسلمنا على الشعب السعودي الطيب. اكيد اكيد، نحن مش بس برنامجنا ولا اطيب، هو كمان ولا اطيب من هيك كمان. وباكد لك انه انت لك مكان بكل القلوب السعوديين وتقريبا كل الناس بتتابع برنامجك. خلي لي اياك يا رب، خلي لي اياك يا رب، وعلى امل انه نشوفك قريبا كمان. أكيد. وانا بودك زرحت على الرياض لحملك زياره كمان. يا اهلا وسهلا شيخ، شكرا لك رضا المؤذن. وانا بعد في بقدونس كمان رح كفي تزيين الصحن هيك بال تاتش الأخضر، بقدونس بيعطي هيك شوية حية للصحن. أكيد. وهيك حلقتنا اليوم مشاهدينا خلصت، موعدنا بكرة بحلقة جديدة. ألف صحتين وإلى اللقاء.